السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحولوا من رأس الماء إلى الدار البيضاء مع السي الرحماني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ولي. كنشكروك أودي الشيخ والله إلا كنستافدوا منك أودي الشيخ. الله يرفع مقامك أخويا. الحاج الله يحفظك الله يرحمك الوالدين. أكرمك الله. بغيتك تدعي لي بغيت عن شكرك وبغيتك تدعي لي مع بنيتي ومع واحد الوليد مشاقية للغربة حرق مسكين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يرضى عنك جميلة يا ربي سي الرحماني. لا إله إلا الله. بدا شكر الله لكم سي الرحماني. شكر الله لكم وحفظكم. عندي هو اللي عندي هو اللي عندي وسط خمسة البنية. ما شاء الله. شحال العمر ديالو سي الرحماني؟ نعم. شحال العمر ديالو؟ زيد 96 عنده شي 23 عام. ما شاء الله. مشى لاوروبا ولا مشى للشرق؟ كاين فرنسا مسكين حاصل فرنسا. لا اله الا الله. معايا الوالده خدم على قبل ما شاء الله ما شاء الله. يجعل لي في كل خطوه بركه. الله نسال الله تعالى ان يكتب له مكاتب الخير ويحفظ الله البنات ويجعلك يجعل عينك مستقره معهم. اللهم اقر عينك بابنائك وبناتك يا ربي يا كريم يا ودود يا رحيم. هاد البنيات كنبغي نقول سي الرحماني راه عندك واحد الرزق عظيم. هذوك البنيات غير تهلا فيهم وربي سبحانه وتعالى غادي يرزقك بهم. هو ماشي هما غير رزقك ولكن الله تعالى يرزقك بهن. يرزقك بهن. ربي عز وجل كيقول لنا نحن نرزقكم واياهم وفي ايه قال نحن نرزقهم واياكم. ما عرفنا شكون اللي كيرزق شي. واش انا كنفق على اولادي ولا بهم هما ارزق انا. هذا سر الهي على قدر الايمان. تهلا في البنيات راه عندك واحد الاجر وتواب وصبر عليهم كثير. صبر عليهم كثير لان البنت في دار باها كتكون خصها تكون معززه مكرمه. راه ملي كتمشي لدار الزوجيه هي والزهر ديالها كتقدر تطيح في شي ولد الناس كيزيد يمتعها ويبرعها ويتهلا فيها وكتعود بحال ديك الورده كتنينع. وكاين اللي مسكينه ملي كتنتقل من دار باها معززه مكرمه كتمشي عند شي انسان اخر فيه شي عقد نفسيه كيمرضها وكيقهرها. فما دام عندنا بنيتنا في ديورنا نحاول ما امكن نغدق عليهم بالعطف والحنان على الاقل نصف العمر الاول ديالهم يدوزوه مستقرين باش يكون عندهم واحد الستوكاج يكون عندهم واحد الرصيد على الاقل ديال المعنويات المرتفعه. نتاسف ملي كنلقاو الشباب ديالنا انهم كيمشيو كيحرقوا وللاسف كاين اللي كيحرق من اجل لقمه العيش. هو المفروض ان الارض ارض الله الواسعه. المفروض ان الارض تكون للجميع ولكن الانسان الذي هو الذي وضع القانون لكي ينظم شؤونه احيانا ذلك القانون يكون مستبد حينما تفرض الحدود على المخلوقات بان ينتقلوا من مكان الى مكان. الارض ارض الله والرزق رزق الله ونحن خلق الله وكلنا ندب في ارض الله. لكن الاوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية فرضت على بعض الدول أن تضرب واحد الترسانة قانونية على حدودها. كنلقاو الشاب ديالنا هكذا ما أكثرهم كيمشي يحرق. كيحرق معنى أنه كيحرق الوثائق الإدارية ديالو كيحرق الباسبور وكيحرق لاكارت ناسيونال كيعود مجهول الهوية مجهول الهوية وكيمشي في أرضي في أوروبا هذاك العالم اللي هو عالم الجن والملائكة كما قال تحسين لم يبقى كذلك. كيمشي لعله يجد فرصة للعمل. علاش الشباب ديالنا كيخليو البلاد ديال المغرب بلاد الخير وبلاد الصالحين وبلاد الامن والامان ويمشيو يقلبوا على الرزق في قنت اخر. اكيد ان الرسالة اللي قالها السي الرحماني على قبل الوليد ديالو وحنا اليوم كنعيشوا تشكيلة الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة بالرئاسة ديال السي العثماني. كنتمنوا بأن مثل هذا الشاب اللي حرق هو معذب
والديه معذبين اكثر منه. انا الله يحسن العوان ديك الام كنتخيلها، كنتخيلها بان فلدت كبديها سافر بالاوراق ومشى لاوروبا، فينا هو الان؟ واش معشي؟ واش ناعس؟ واش مغطي؟ ياك موقع عليه شي مكروه، الله يحسن العوان. فهذا كيعطينا واحد الانطباع اننا لابد اننا نهتم بالشباب ديالنا ما يبقاوش يحرقوا، لان شبابنا اما كيحرقوا اوروبا قهرهم الفقر وبغى حتى هو يعيش، بات هو سياره وبغى حياه رغيده وحياه رفاهيه. وكاين فئه اخرى من شبابنا للاسف كيمشيو جهه الشرق لصناعه الموت، كيمشيو ربما كيتخيلوا بان هنالك دوله الخلافه، وكيتخيلوا هناك البديل الاسلامي، وكيمشيو ذاك الميدان يلقون بانفسهم الى التهلكه ويضيعون انفسهم واهليهم وامتهم. احنا كنتاسفوا على هذه الظواهر، وهذا يقتضي من هذه الحكومه المقبله او التي تم تنصيبها اليوم من طرف جلاله الملك حفظه الله ورعاه، نتمنوا بان يكون الملف الاجتماعي والملف الخاص بالشباب يكون هو الذي يطغى على السياسات العامه. الناس من خلال المكالمات الهاتفيه اللي كنسمعوها داخل الاذاعات ديال القرب راه كنسمعوا جس نبض المجتمع. بعض المسؤولين كيقلب على تقارير تاته من هنا وهناك باش يبني واحد التصور معين، باش ياخذ قرار يكون صريح وفعال. لكن هذه الاذاعات ديال القرب الان بحكم الصيغه التفاعليه عن طريق الهاتف كنسمعوا هموم الناس ومشاكل الناس وكنعرفوا حقيقه المجتمع. السي الرحماني نموذج لاب مكلوم، الابن ديالو الان في ديال الغربه. لو هذا الابن لقى واحد التعليم اللي هو منسجم ورحيم، ان الطفل اللي تعطل في الدراسه نعاونوه ونساعدوه ما نخلوش يضيع، لو لقى فرصه ديال العمل، لو لقى لقمه عيش حلال، لو لقى طموح ديال الشباب ما يهربش لفرنسا، ما يهربش لاوروبا ويضيع منا. هذاك ولدنا كاملين، واخا هو ولد السي الرحماني ولكن هو ابن الوطن. فكنتمنوا باذن الله تعالى هذه الحكومه تعطي واحد الاولويه للقطاع الاجتماعي وللقطاع ديال الشباب. الشباب عندهم احتياجات كثيره، راه الشباب ديالنا بدا كيضيع، راه الجيل اللي داز راه نقد الله، والجيل اللي جاي احنا خايفين عليه، الجيل ديال الفيسبوك والجيل ديال تويتر والجيل ديال الاستهلاك خايفين عليه، راه واحد الوضعيه مقلقه، ناقص الخطر يضرب. خاص لابد من العنايه بالشباب، لابد من العنايه بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، بقضايا المراه. احنا كنسمعوا المراه من خلال هذه المكالمات الهاتفيه كم تعاني، اما الزواج ما كاينش، نسبه الاقبال على الزواج ضعيفه، ونسبه الطلاق مرتفعه، ودوك اللي مزوجين ما مرتاحينش، دوك اللي مزوجين معذبين. النظام الاسره كله خصو لابد عنايه ورعايه وفتح نقاش وتيسير سبل مع المرشدين والمرشدات، كل هذا محتاجين اليه في هذه الحكومه الجديده. السي الرحماني نسال الله تعالى ان يحفظ لك البنيات ويحفظ لك الابن ديالك ويجي سالم غانم بامر الله تعالى. السي الرحماني باش ربي يحفظ لنا الوليدات ديالنا جوج الامور نحافظوا عليها. الاولى السي الرحماني هو انني ندعي لهم في السجود في الغيبة، ولدي غيبين عليا وأنا مع ربي، يا ربي إني وكلتك على أبنائي، احفظ لي أبنائي في السفر وفي الحضر، في الذهاب وفي الإياب، اللهم ربي احفظهم ويحفظهم الله تعالى. الأمر الثاني باش نزكي هذا الدعاء أنني أكثر من الصدقة، ديما خارج جيبي عامر، نخرج عندي النفقة ديال العائلة وعندي واحد البركة أخرى وضعها في الجيب الثاني، هذه صدقات. وأنا غادي في طريق كيتلقاو لي الناس، ماشي تشجيع التسول، وانما هذا باب من ابواب الفرج. كتلقى واحد الانسان ضعيف نجبد من جيبه ونعطيه، ويا رب تحفظ بها الوليدات، وكيحفظ الله الوليدات. ولا ما كانش كنقول له الله يسهل، واللي ما عندوش المال راه كيبقى يذكر الله تعالى ويصلي على رسول الله، فهي متبت الصدقه. فاسال الله ان يحفظ الاولاد والبنات وان يعيدهم الى ارض الوطن سالمين غانمين، وان يجمع شمل العائله، وان يحفظ الله بلدنا ويجعل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام، ويجعل فيه الخير والبركة ووتيرة التنمية تكون إلى الأعلى بإذن الله سبحانه. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.